بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبعد. اهلا وسهلا بحضراتكم، حلقه جديده من حلقات برنامجكم تسكنوا اليها على شاشاتكم، شاشه قناه الرحمه. اهلا وسهلا، واحنا بنتكلم لسه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقنا ان احنا لما نسمع اسم النبي هنعمل ايه؟ ها، هنصلي عليه صلى الله عليه وسلم. صليت عليه؟ وانت صليت عليه؟ يا ريت لو في حاجه في ايدك شغلاكي، او انت في حاجه في ايدك شغلاك، او انت كل شويه عمال تبص في الموبايل، او يعني عمال كل شويه لسه سايب الموبايل وتفتح الموبايل، يعني ممكن تركز معايا شويه. كلامنا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محتاج صفاء، محتاج ذهن صافي، محتاج تركيز، محتاج انصات، لانك تتحدث عن خير الناس وعن سيد الناس وعن خير الخلق وعن حبيب الحق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فركز معي، لو ما شفتش حلقة اللي فاتت ياريت تشوفها، ياريت تشوفها. واحنا بنتكلم عن، او بدأنا قلنا ان احنا بدأنا نتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كزوج، في الحياة المادية، في الحياة المعنوية، في الحياة الترفيهية، في الحياة الإنسانية، في تعاملاتي مع زوجاتي، في بيوته صلى الله عليه وسلم كانت عاملة ازاي وشكلها عامل ازاي. ارجع للحلقة اللي فاتت هتعجبك، نجيبنا صور وقلنا أشوفوا حجرة النبي اللي كان قاعد فيها وعايش فيها 63 سنة صلى الله عليه وسلم، كانت عاملة ازاي. تمام، احنا المرة اللي فاتت قلنا طول الحجرة وعرضها وارتفاعها وما بين الحجرة والحجرة، كل الكلام ده تكلمنا عنه. قلنا طول تقريبا 5 متر في عرض تقريبا 3 متر ونص. قلنا الحجرة كلها بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان حوالي 17 متر ونص، ارتفاع حوالي 6 متر. ما بين الحجرة والحجرة، ما بين البيت والبيت 2 متر 2 متر وربع، زي ما احنا شفنا الحلقة الماضية. النهاردة بقى اما نكمل كلامنا وحنقول أثاث البيت، الفراش، الصفرة. هو كان فيه صفرة؟ كان فيه ترابيزة زي دي؟ ما كانش فيه. كان فيه حاجة بتتفرد وتلم؟ ما كانش فيه خالص. والصفرة كانت 4 كراسي ولا 6 ولا 8، ولا حتى كرسي واحد ولا نص كرسي، ولا كان عنده حاجة حتى عالية على الأرض كده صلى الله عليه وسلم. بس قلنا ان ده كان سعيد، كان أسعد الناس. ومش معنى كده اني بقول لك عيش زي سيدنا النبي، بس بقول لك ارضى باللي عندك وارضى بقليلك، ما تزنقوش زوجك، ما تضيقيش على زوجك، ما تضغطيش على زوجك، ما تقوليش لزوجك انا عاوزة زي فلانة ولا علانة، ما تكلفيش زوجك في أطاقته، رجاء ارضي. ما تبصيش لحد. واحنا قلنا الحلقة اللي فاتت يا جماعة احنا في امور الدنيا نبص للي اقل، في امور الدين نبص للي اعلى. احنا عكسنا الموضوع، عكسنا الموضوع. في امور الدنيا نبص للي اعلى منين. انا عندي عربية 28، انا عايز اجيب حاجة نيسان، عايز اجيب مش عارف احدث موديل. طب ما تبص للي ما عندوش. انا في امور الدين والله انا ماشي على سطر وبسيب سطر، وغيري ما شاء الله محافظ على الصلاه، وحد كمان الله احسن من غير. ليه ما تبص للي بيقيم الليل وبيصلي الفجر والخمس فروض في اوقاتها في المسجد وبيقرا قران وبيحفظ قران و... لا، الامر تعكس عندنا. فاحنا لما نبص لبيوت النبي عليه الصلاه والسلام، لا تعالوا بقى. سيدة عائشة تقول كما عند أحمد في المسند: كان فراش رسول الله أدما وحشوه ليف. كان فراش رسول الله، مرتبة قطن اللي اتعدمت وإدمت وخلاص ما عادش حد يستعملها، ويستعمل المرتبة السوستة ولا المرتبة الطبية ولا المرتبة الصحية ولا مش عارف مرتبة ماركة ايه. كان فراش رسول الله آدما، الآدم اللي هو ايه؟ جلد مدبوغ. يا الله، احنا في نعيم والله، والله احنا في نعيم، والله احنا في نعيم. في ناس ما بتعرفش تنام غير في التكييف، صح؟ عرفت انت في نعيم ولا لا؟
فراش النبي عليه الصلاة والسلام الفرشة اللي كان بينام عليها جلد مدبوغ وحشوه ليف. الحشو بتاع الفرشة اللي بينام عليها ده عارف قشر النخيل، حاجة كده خشنة، حاجة صعبة كده، حاجة يعني قشر النخيل ده الفراش بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. احنا في نعيم؟ احنا في نعيم. فكأن لما النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما من الجوع فوجد أبا بكر ووجد عمر، ما أخرجكما؟ قال ما أخرجنا إلا الجوع. فقال والذي نفسي بيده وأنا ما أخرجني إلا هذا. راح يخبطوا على بيت حد من الأنصار يقال إنه سيدنا جابر بن عبد الله، فجاب لهم التمر وجاب لهم المية وبعد كده ذبح لهم شاء وأكلوا وشبعوا. بعدها النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهما والله إن هذا هو النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. إن هذا هو النعيم الذي ستسألون عنه يوم القيامة. عشان مرة أكل لحمة أو شبع بعد جوع قال ده نعيم. تبتاكل لحمة كل قد إيه؟ عندك إيه من اللحوم؟ فراخ، سمك، لحمة، لحمة مفرومة، بتحب الضاني، تحب اللحمة البقري، تحب الملبسة، تحب مش عارف السن، تحب اللحمة الحمراء. كل واحد بيجيب اللي نفسه فيه، ربنا يبارك لك ويوسع عليك، بس ارضى واعرف ان السعادة انك تسعد اللي حواليك. السعادة انك لو معاك فلوس زكي. السعادة انك تتقي الله في زوجتك وزوجتك تتقي الله فيك. تعال نرجع لبيوت النبي عليه الصلاة والسلام. كان فراش رسول الله أدما وحشوه ليف، ده الفرشة بتاعته. عائشة قالت دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله قطيفة مثنية. حاجة قطيف كده ومتنية، يعني ما ينفعش تبقى طبعة واحدة، مش هينفع، مش هيرتاح عليها، فتنيها عشان تريحه شوية. فانطلقت الست الأنصارية ديت لما شافت ده فراش النبي ازاي، فراحت كانت يبدو صاحب عندها مال ومبسوطة. فانطلقت فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، حاجة بقى كده يعني نعمة بقى حشوه الصوف. فدخل علي رسول قال ما هذه يا عائشة، هو شاف حاجة غريبة في البيت، ما هذا يا عائشة؟ قالت قلت يا رسول الله فلانة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا. قال رديه يا عائشة، مش عاوز حاجة صوف، خلي القطيفة المثنية ديت ولا الحشو الليف ده ولا، رديه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. هو النبي بيعلمنا ان الموضوع مش موضوع لا ذهب ولا فضة ولا حشو صوف ولا رفاهية، انا اقدر على ده ومش صعب يعني عادي لو عاوزه. ما هو بطحاء مكة، صحراء مكة كلها تعارضت على انها تبقى ذهب وفضة، عورض. لو قال نعم لأجاب، لو لاستجيب له، لكنه لم يرضى. ومع ذلك هل النبي عليه الصلاة والسلام كان فقير ولا غني؟ هقول لكم دلوقتي عشان ما حدش يقول ايه هو النبي كان فقير، طب ما هو، طب مش عارف ايه. لا، كان رسول الله غنيا. ايه تاني من الاثاث بتاع بيت النبي عليه الصلاة والسلام؟ اثاث بيت رسول الله. لسه احنا بنكمل عليه. احنا قلنا مساحة الغرفة كانت عاملة كام؟ ها نراجع مع بعض ونذاكر واحفظوا الحاجات دي، ويا ريت ترجعوا للحلقة الماضية فيها تفصيل.
بيت النبي عليه الصلاة من الداخل. طول الجدار 5 متر في عرض 3.5 متر، يعني حوالي قلنا 17.5 متر، ارتفاع حوالي 6 متر. وبين الغرفة والغرفة حجرة والحجرة، البيت والبيت 2 متر 2.25 متر. ده على كلام السمهودي في كتابه وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما فيش مصابيح كما قالت عائشة في حديث البخاري ومسلم، ده وصف تاني هوت. حاجة تالتة انه الفراش بتاعه كان قدم وحشو ليف. حاجة رابعة هنقولها دلوقتي، المصلية بتاعته اللي كان بيصلي عليها كانت من سعف النخل. سعف الايه؟ النخل. تقول ميمونة كما عند مسلم: كان رسول الله يصلي وأنا حذاءه، وربما أصابني ثوبه إذا سجد، وكان يصلي على خمرة. حاجة كده تتعامل من النخيل دي المصلية بتاعته، مش حاجة قطيفة بقى ولا حاجة سميكة ولا حاجة يعني فيها دلع، لا. طيب كان عنده طاولة، كان عنده ترابيزة، كان عنده سفرة، كان عنده طبلية، كان عنده حاجة يأكل عليها، كان بيأكل على سفرة. بس خلي بالك، اوعى تفكر السفرة اللي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، اللي احنا لو بصينا للغة عشان نعرف معنى السفرة، سفرة يعني ما يفرش، يستعملونها في السفر، يعني حاجة كده تتفرد تتلم، حتة جلد كده تتفرد، عارفين المفرش اللي احنا بنفرشه، مفرش السفرة، هو هي دي سفرة النبي عليه الصلاة. والله انما بقى مش حاجة بقى بإزاز ولا حاجة كده فيها دلع ولا حاجة فيها لا. تعالوا شوف الحديث. عن أنس قال، عن قتادة عن أنس قال: ما علمت النبي أكل على سكرجة قط، ولا خبز له مرقق قط، ولا أكل على خوان قط. هقول لك دلوقتي سكرجة يعني إيه وخوان يعني إيه بالراحة. قيل لقتادة اللي هو نقل الحديث أو راوي الحديث: فعلى ما كانوا يأكلون، يعني النبي والصحابة كانوا بيأكلوا عليه، قال: على السفر، جمع سفرة. بيأكلوا عليه سفر، جمع سفرة. السكرجة يا جماعة عارفين الأطباق اللي هي بتتحط كده، يتحط فيها حاجات زي فاكهة، حاجات كده أطباق مميزة يعني. بقول لك: ما علمت النبي أكل على سكرجة قط، ده واحد ما كانش عنده حاجة زي كده، ولا خبز له مرقق، ما كانش الخبز بتاعه كده ايه حاجة ناعمة بقى كده، وعيش بلدي ولا عيش سياحي ولا مش عارف عيش شامي، لا. ولا أكل على خوان قط، خوان ده حاجة مرتفعة على الأرض زي ترابيزة، ما كانش عنده. على ما كانوا يأكلون، كان يأكلون على السفر. السفر قال لك عبارة عن جلدة مستديرة كده مدورة، تمام. كان يأكل عليها رسول الله، تفرد وتتلم هكذا كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف احنا بقى بعد ما عرفنا ان حجرات وبيوتات النبي عليه الصلاة والسلام غاية في البساطة، قليلة في المساحة، قليلة في الارتفاع، ما فيش ناطحات ولا في دورين ثلاثة حات، ولا هو دور، هي أوضة. مش أي حد غني سعيد، ولا أي فقير تعيس. هو أفكر إن هو فقير فتعيس أو ده غني فسعيد، لا، مش مقياس. قيل لأحد الحكماء: ما السعادة؟ قال: عافية في الدنيا وعفو في الآخرة. عافية في الدنيا وعفو في الآخرة. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه
معافا في بدنه، عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها بحذافيرها. وبعدين الست العاقلة الراسية الأصيلة محترمة بنت الناس تعيش مع زوجها في أي حاجة. في مثل شامي بيقول لك بنت الأصل تخلي كخها قصر، بنت الأصل تخلي كخها قصر. آه أصيلة، أنا زوجي مكفيني مش عايزة حاجة تانية، زوجي محترم معايا، زوجي بيتقي الله فيا، زوجي بسطني، زوجي مش مخليني عاوزة حاجة، خلاص ما يفرقش معايا بقى فلانة وعلانة وعاوزة، ماليش طلبات. الحياة دي كلها اللي احنا شفناها في النبي عليه الصلاة والسلام وفي بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، هل فيها دليل على الفقر؟ كلا. النبي كان غني؟ أيوة. اهدى أدلتك يا شيخ أحمد، خد 10 أدلة. 1، النبي عليه الصلاة والسلام كان تاجر، ده مارس التجارة من هو عنده 12 سنة، يعني طالب في الإعدادية، اتحرك وسافر وسافر أكتر من 20 سفرية مع عمه أبي طالب، وسفريات خاصة بالسيدة خديجة قبل أن تزوجها وبعد أن تزوجها، خدت بالك؟ وكان في شراكة ما بينه وبين خديجة لمدة 20 سنة، دي أول حال. يبقى مزاولته وممارسته للتجارة ده سبب من أسباب الغنى. 1. 2، أنت متجوز كام؟ أنا متجوز واحدة. أنت متجوز كام واحدة؟ واحدة؟ ممكن يكون من اللي بيشوفنا دلوقتي متجوز 2، صح؟ ممكن، ونادر قوي اللي يكون متجوز 3، ونادر قوي. أنت مكفيهم؟ ده انت الواحدة ممكن واحدة بس، انت متجوز واحدة ممكن تبقى ظروفك على قدك كده واللي جاي على قد اللي رايح ومشي امورك، دي واحدة. النبي كان متجوز كام وبيصرف عليهم؟ 9. ده غني ولا مش غني؟ يعني قادر ان هو يصرف على 9 بيوت، على 9 نساء صلى الله عليه وسلم. ده في كتب التاريخ يقول لك كان يعطي لكل زوجة حبوب ما يكفيها عام، يأديها سنة قدام. الناس اللي هي بتخزن الرز وتخزن الذرة وتخزن البصل وتخزن الثوم، يجيبوه كده ويقعد، عشان يقول لك كل شوية يجيب رز، الحاجات الأساسية والدقيق كل شوية والردة، مش كل حاجة هقعد، لا أنا أخزن باللي يكفيني سنة. ماشي، كذا كان يفعل رسول الله. ده دليل على الغنى ولا لا؟ 2. 3، النبي ورث من أبيه وورث من أمه، وكانوا أغنياء من بني هاشم، تمام. وأم أمينة بنت وهب غير اللي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، ورث عنها دارا صلى الله عليه وسلم، قالوا كانت بمكة تقع بين الصفا والمروة. ده غنى ولا مش غنى؟ كل ده غنى. أنا بدللك كده، أنا بقول حاجات هي تدل على إن النبي كان غني. 3. 4، الغنائم التي كان يغنمها من المعارك، كان بياخد الخمس. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخره. يبقى ده دلالة على إيه؟ غني. آه كان غني صلى الله عليه وسلم. ده رقم كام؟ 4. 5، 5 دي جميلة أوي، جميلة. كان يسد دين الميت إذا علم أن الميت عليه دين. ومحدش يعمل ده إلا لما يبقى معاه فلوس. محدش يعمل ده إلا ما إيه؟ إلا لما يبقى يكون معاه إيه؟ فلوس. خلاص. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فأيما مؤمن، خلي بالكم، فأيما مؤمن مات
وترى كمالا فليرث أو فليرثه عصبته من كان. فأيما مؤمن مات وترك مال واحد ما تسافلس العصبة يرث، ذوي الفروض يرث، أصحاب الحقوق يرث. ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتيني فأنا مولاه. إلا عليه دين، مات عليه دين أو ضياعه، ما فيش حد يجي وأنا سد عنه، فأنا مولاه. فكون إن النبي عليه الصلاة والسلام يتولى قضاء أو سداد دين الميت، شوف أنت لو مات لك ميت النهاردة وعليه دين أيا كان الدين بقى، عليه 10,000 20,000، أنا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنا متكفل بدينه بسداد دين. طب مات بكرة، طب مات الأسبوع الجاي، هيقعد يتكفل بده صلى الله عليه وسلم؟ ده رقم كان 5 6. شوف أنا بقى بثبت لكم أهوت إن النبي كان إيه، كان غني ما كانش فقير، لازم نعرف ده كويس قوي. رقم 6 إن سيدنا النبي كان بيسأل ربنا أن يغنيه. كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يبقى كان بيدعي ربنا أن يغنيه ولا لا، أو ربنا هيستجيب له ولا لا؟ هيستجيب له. وهو اصلا طالما انه سال الغنى، يبقى الغنى ده حاجه كويسه ولا مش حاجه، حاجه كويسه. وفي المقابل كان يستعيذ بالله من الفقر ما يقرب من 40 حديثا استعاذ فيها رسول الله من الفقر: اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، اعوذ بك من عذاب القبر، اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. تمام. رقم كام؟ 6. رقم 7 والتي تدل أيضا على غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو كان بينفق على أهل الصفة. أهل الصفة اللي هم الفقراء من الصحابة، ما لهمش مأوى، ما لهمش بيت، ما لهمش مكان يأويهم. فكان يجي كده في مؤخرة مسجد رسول الله ويقعد فيه. عددهم كام واحد؟ 5 10 كام؟ يزيد عن 100 عدد أهل الصفة اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يتولى أمرهم، زاد على 100، وكان يعولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده دليل على الغنى ولا لا؟ دليل على الغنى. 8 قالوا عدم قبول المال من الصحابة. ما هو دعا ربنا أسألك الهدى والتقى والعفاف، عندي عفة ما تجأش الحد ولا أطلب من حاجة من حد. يبقى عدم قبول الفقير، لما سيدنا أبو بكر الصديق جهز الناقة الراحلة، جهز راحلتين، واحدة ليه واحدة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، مدة 4 شهور عمال يجهز في الراحل. فجيه بيدي واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام، فعرض على النبي إحداهما فقال بالثمن. النبي قال له بتمنها. عند أبي إسحاق قال: لا أركب بعيرا ليس هو لي. قال: هو لك. قال: لا، ولكن بالثمن الذي ابتعته به، بالثمن اللي انت اشتريته به أبو بكر هاخده منك. قال: أخذتها بكذا وكذا. أبو بكر أنا اشتريتها بكذا وكذا. قال: قد أخذتها بذلك. فقال أبو بكر: هو لك. مش اللي هو بركة يا جامع بقى، لا، بيعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ما تبقاش عالة على حد. وبعدين موضوع الهجرة أنا أتولى عشان أخد الأجر كامل. ده 8 9 الحاجات اللي كان يمتلكها، بدأ الحاجة 2 و3 دليل على الغنى. كان يمتلك ناقة يقال لها القصواء، وبغلة يقال لها الشهباء أو الدلدل كما ذكر ابن الجوزي في سورة الصفوة، وحمار يقال له يعفور. يبقى ناقة اسمها قصواء،
بغلة قالوا لها الشهباء، حمار قالوا له اليعفور. طيب عشرة، رقم عشرة دل على غنى النبي. لو احنا بقى عدنا ايه قلنا، طب والناس اللي بتقول كان النبي عليه الصلاة والسلام بيدعي اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، مش معناها مسكنة يعني فقر، لا، معناها مسكنة القلب، التذلل، مش ان انا رب عايشني فقير وموتني فقير، لا. لما كان بيدعي اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كان بيستعيذ من الفقر، ازاي هيدعي ربنا ان يعيش فقير؟ خلاص احنا بنرد على ده. طب وطب وقول له ووجدك عائلا فاغنى، عائل يعني صاحب عيال عنده سبع عيال اغنى، اهو ادل على الغنى، يعني ربنا اغناك واعانك على انك توليت امرهم. خلاص. طيب الحديث بتاع ان السيده عائشه بتقول كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما يوقد في بيت رسول الله نار، قال فما عيشكم يا خالة؟ قال الأسودان التمر والماء. قالوا ده كان فترة في بداية حياة النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص. طيب كل ده، طب حتة مات ودرعه مرهونة عند يهودي، ان هو حب يتصرف في وقتها فعاوز يضيف الضيف، عاوز يكرم حد، فدليل على كرمه وعلى سبقه بالخير صلى الله عليه وسلم وعلى جوده، تمام كده. كل ده وما ننساش ان النبي دعا لأنس اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيت، صح؟ ودعا لعبد الله بن عمر او قال في حق عبد الله نعم المال الصالح للرجل الصالح، وهو الذي قال لسعد بن أبي وقاص إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. صح، دي كلها دعوة إلى الغنى وإلى جمع المال وإلى حب الحياة وإلى أن يبقى عندك مال، كل هذه دليل على غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيها أبدا دليل على فقره صلى الله عليه وسلم. بس حابين النسبة ده ومبرهن ده، إن شاء الله في الحلقات القادمة نتكلم بقى عن الحياة الإنسانية، كيف كان رسول الله يقضي وقته مع زوجاته، كيف كان يجمع بين التسع في مسألة الجماع ويدي كل واحد حقها إزاي، كيف كان يعدل بينهن، وإنه كان بيتمشى معاهم صلى الله عليه وسلم، يتمشى كانت المشية أو الوقت المفضل لمشية النبي عليه الصلاة والسلام كان بعد العشاء. دي كلها حاجات وغيرها كتير في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نتكلم عنها في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. في الختام عايز أقول لكم كلكم إني في الله، أحبكم وأشوفكم على خير، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.